بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الآن وصلنا عند البيو ترانسفورميشن، حكينا مصطلح، يعني مصطلح البيو ترانسفورميشن إنه أنا أعمل ميتابوليزم للدراج، تمام؟ يعني إذا دخل دراج على جسمي شو الشغلات اللي ممكن يعملها جسمي حتى يعمل له ميتابوليزم ويتخلص منه. حكينا أنواع البيو ترانسفورميشن. الوضع الطبيعي لما الجسم يتخلص من دواء معين، فهو النوع الأول انه يتحول الدرج الى ان اكتف ميتابولايت ويتم طرحها بعدين بالكدني او باي مكان اخر حتى تخرج برا الجسم. النوع الثاني انه يكون في عندي درج معين وشغال لكن يتحول الى اكتف ميتابولايت زي الديازيبام، حكينا لما يتحول الى نور ديازيبام وهيك بيزيد الهاف لايف تاعه، فبالتالي درج الى اكتف ميتابولايت. وبالاخير انه يكون برو درج، درج مش شغال ابدا وبس يصير الميتابوليزم يتحول الى درج، عشان يسموه برو دراج، يعني دراج لسه مش شغال. بالنسبة لأنواع البيو ترانسفورميشن مقسمة إلى نوعين، فيس 1 أند فيس 2. فيس 1 أند فيس 2. فيس 1 اللي راح نجي هسه اللي هو يعتمد على الأكسديشن والريدكشن والهيدروليسز، بينما فيس 2 اللي يعتمد على الكونجوجيشن، تمام؟ راح نجيهم إن شاء الله. نيجي أول إشي للفيس 1، بحكي لك إنه هو يعتمد على الأكسديشن ريدكشن أند هيدروليسز. بالنسبة للفيس 1 في عندنا جزئين للفيس 1، إما يكون مايكروسومال ميتابوليزم أو نان مايكروسومال ميتابوليزم. يعني العملية تحدث بالمايكروسوم أو تحدث برا. إذا كان مايكروسومال ميتابوليزم اللي هو المسؤول عنه السيتوكروم بي 450، هو المسؤول عن الأكثر المايكروسومال ميتابوليزم. بحكي لك there are major enzymes systems involved in phase 1 reaction localized when the smooth endoplasmic reticulum. عشان كده تتذكر بالسيل بيولوجي كانت من وظائف الاندوبلازميك ريتيكولوم انه ديتوكسيفيكيشن للدرجز اللي موجوده عندنا، فبالتالي هي هون نفس الشيء سموث اندوبلازميك ريتيكولوم مايكروسومال فراكشن، عشان هيك بسموه مايكروسومال. ليش مايكروسومال؟ يعني سموث اندوبلازميك ريتيكولوم. سبيشالي وين؟ طبعا سبيشالي دائما بالليفر، تمام، لكن ممكن بالجي اي سيستم باللانج والكدني. البي 450 بحتاج الى اكسجين، مولكيولر اكسجين، بحتاج الى ناد بي اتش، فهي عمليه اكتف يعني بتحتاج الى طاقه، بالتالي تحتاج الى اكسجين وتحتاج الى ناد بي اتش. بالنسبه للاكسديشن حكينا اكسديشن ريدكشن اند هيدروليسيس. بالنسبه الى الاكسديشن في عندنا اما الاكسديشن يصير هيدروكسيليشن او دي الكيليشن. طبعا ما بيهمنا شو هما بالضبط وش اللي بصير بالضبط، لكن احنا مطلوب مننا نعرف الشغلات الرئيسية. بالنسبة للسيتوكروم بي 50 له اكثر من عائلة، تقريبا 13 عائلة فيها اكثر من 100 انزيم، تمام، كلها بتختلف حسب ايش الامينو اسيد كومبوزيشن الموجودة فيها، او مثلا السبيسيفيتي للسبستريت او السنسيتيفيتي للانهبيتر او الانكلودينج ايجنت. راح نتطرق لاهم انواع السيتوكروم بي 450 اللي موجودة عندنا بالليفر. مثلا في أول نوع اللي هو الـ 1A2 سيتوكروم بي 450 1A2، في عندنا 2C9 و 2D6 وال 3A4. طبعا لو جيت سألتك سؤال شو هو الموجود most common سيتوكروم بي 450 المستخدم عندي دائما، تحكي لي 3A4. 3A4 هو الموست كومن، عشان كنت زي ما انت شايف بعمل ميتابوليزم لأكثر من 60% من أنواع الدرجز، تمام. بالنسبة نيجي لأول نوع اللي هو 1A2 هو سيتوكروم بي 450 يشتغل على السبستريتس اللي هم موجودين قدامك بس اثنين، شو هم؟ ثايوفيلين والأسيتومينوفرين. ثايوفيلين اللي هو درج يستخدم للهارت ويستخدم برضه للأزمة أو سي أو بي دي. الأسيتومينوفرين اللي هو البنادول، تمام. بالنسبة لكل سيتوكروم في بي 450 في عندنا انديوسرز بتحفز هذا السيتوكروم، في انهبيترز بتثبطه. شو استفيد من الانديوسرز والانهبيترز؟ اول اشي اذا مثلا اخذت انت شغلة من اللي بتعمل من الانديوسرز، يعني راح تعمل راح تكون تعمل انديوس لمين؟ للسيتوكروم بي 50. اذا صار انديوس للسيتوكروم بي 50 يعني راح يتحفز فراح يشتغل بسرعة، فبالتالي الأدوية اللي هو راح يشتغل عليها ما راح تطول بالجسم، على السريع راح يشتغل عليها ويعملها ميتابوليزم يطلعها يطردها برا الجسم. فبالتالي إذا كان إنسان يأخذ
واحد من انواع الانديوسرز هذول، فلازم انت تحاول تزيد له الجرعه هاي، لانك لازم تعرف انه بما انه ياخذ نوع من انواع الانديوسرز فراح يشتغل بسرعه الانزيم، راح يطرد هاي الانواع بسرعه هاي الادويه. على العكس اذا كان في انهبيترز، اذا اخذ نوع من انواع الانهبيترز للسيتوكروم هذا راح يزيد الدواء اللي بيشتغل عليه السيتوكروم. يعني مثلا هون زي ما انتم شايفين مثلا لل 1A2 سبستريت حكينا ثيوفيلين اند اسيتومينوفين، الانديوسرز له عندك اروماتيك هيدروكربون موجود بالدخان سمول، في عندك الكروكيفيروس فيجيتابلز، هاي انديوس السيتوكروم بي 50. عشان هيك دائما اذا كان انسان مدخن لما بده يعمل عمليه يسال الطبيب التخدير هل انت مدخن او لا، حتى يعرف يزيد له الجرعه ولا لا. تمام، حتى يعرف يزيد الجرعه ولا لا مثلا طبعا، لكن على الاغلب هاي واحده من الاسباب اللي يسالوا عشان، لانه التدخين بيعمل اندكشن للسيتوكروم بي 450. تمام، وبالتالي الادويه هاي ما راح تطول بالجسم على السريع، الجسم راح يكسرها ويطلعها برا الجسم، فبتحتاج جرعه عاليه. الانهبيتر زي كوينينونز والماكرولايدز، كوينينون والماكرولايدز اثنين طبعا انتيبيوتكس. بالنسبة لهم إذا أخذهم الإنسان هذا راح يعملوا انهبيشن للسيتوكروم بي 450، بالتالي راح الدواء يطول بالجسم وممكن يعمل لي توكسيسيتي، فهون بالحالة هاي لازم أقلل الدوز أنا. تمام، لازم أقلل الدوز. في عندك جينيتيك بوليمورفيزم، يعني ممكن عند الناس في ناس يكون عندهم سريع بطيء، بالنسبة لل 1A2 ما في جينيتيك بوليمورفيزم، بس 2C 9 و2D6. إذا هذا أول نوع الـ 1A2 حكينا. تمام، يعني خذ لك مثال، مثلا إذا إجاك مريض عنده كرونيك برونكايتس، والكرونيك برونكايتس كانوا زمان يستخدمون أحد أنواع الدراج للكرونيك برونكايتس ثيوفيلين عشان يعمل مصر ريلاكسنت، فبالتالي يوسع القصبات الهوائية فالتنفس يتحسن. طبعا ثيوفيلين الآن نادرا جدا يستخدم لأنه نارو ثيرابيوتيك اندكس، صعب تتحكم بالدوز تاعته، فبيعمل عندك توكسيسيتي وبيعمل مشاكل، واذا صار توكسيسيتي بياثر جدا على القلب، ممكن يعمل اريثميه وبيموت المريض، فبالتالي بطل يستخدم كثير. فزي ما حكينا كرونيك برونكايتس وماشي على ثيوفيلين مثلا، فجاه انت ايش جيت صار عنده التهاب باللانج، ما هم اللي عندهم سي او بي دي وكرونيك برونكايتس عرضه انه يصير عندهم التهابات باللانج، صار عنده التهابات باللانج، اعطيته ايش؟ طبعا اكثر الادويه تستخدم للالتهابات الرئويه الماكرولايدز. تمام، اريثروميسين، اريثروميسين، كلاريثروميسين، ازيثروميسين، لكن خليكم عند ازيثروميسين هسه راح نحكي شوي عنه. فانت اعطيته واحد من دراجز هذول الماكرولايدز، بعدين اجاك المريض وعنده مشكله بالهارت، عملها الثيوفيلين. تسال المريض انت من زمان ماشي عليه، بحكي لك انا من زمان ماشي على الثيوفيلين، ليش هسه؟ لانه هسه انت اخذت دواء عمل انهبيشن للسيتوكروم بي 450 1A2، فبالتالي الثيوفيلين طول بالجسم وزاد بالبلازما وعمل لك توكسيسيتي. تمام، الازيثروميسين هو نوع من انواع الماكرولايدز، ما بيعمل انهبيشن لل 1A2. تمام، مهم جدا، الازيثروميسين ما بيعمل. تمام، الاريثروميسين والكلاريثروميسين بتعمل، بس الازيثروميسين ما بيعمل. نيجي للنوع الثاني اللي هو 2C9. 2C9 بيشتغل على دويين كمان اللي هما الفينيتوين والورفارين، فينيتوين والورفارين. تمام، اللي بيعمل له اندكشن لل 2C9 اللي هو الجنرال انديوسرز. بنشوف احنا تحت هي مكتوب عندنا جنرال انديوسرز، نطلع عليهم اللي هما مين. عندك الانتي كونفالسنت باربيتيوريت وفينيتوين وكاربامازيبين، الانتي بايتك زي الريفامبين اللي هو انتي تي بي دراج، كرونيك الكحول وجلوكوكورتيكول. تمام، هاي ايش؟ انديوسرز، بتحفز الانزيم هذا بسرعه، وبالتالي الادويه اللي بيشتغل عليها الانزيم ما راح تطول بالجسم، فلازم احاول ازيد له الدوز مثلا لانه ما راح يجاوب جسمه بسرعه عليه. في جينيتيك بوليمورفيزم هون، فممكن مريض ياخذ مثلا فينيتوين واموره تتحسن عليه، وممكن مريض ما اموره ما تتحسن عليه لانه بيكون نشاط ال 2C9 سريع جدا وقوي. بالنسبه للنجل اللي بعده 2D6، 2D6 بيشتغل على اكثر
الأدوية اللي تشتغل على أهم شغلتين بالجسم اللي هم البرين والهارت. 2D6 بيشتغل وين؟ على البرين وعلى الهارت، تمام؟ هم أكثر مكانين ممكن الواحد يصير عنده دث منهم، صح؟ 2D6 ماشي عشان تحفظهم. اليوسرز لحد الآن مش عارفين شو أنواع الشغلات اللي بتعمل إندكشن أو بتعمل إنديوس لهذا الإنزيم، بينما إنهبيترز للإنزيم هذا الهالوبيرودول، تمام، والكوينيدين. الهالوبيرودول والكوينيدين تعمل انهبيشن للانزيم ها، فبالتالي اذا مريض مشيته على هالوبيرودول او كوينيدين لازم تتاكد انه هو مش ماشي على كارديو فاسكولار دراجز والا او سي ان اس دراج، والا بصير عنده توكسيسيتي من هاي الدراجز، تمام. برضه في عنده جينيتيك بوليمورفيزم. نيجي للنوع الاخير المشهور جدا عندنا واكثر انزيم مستخدم اللي هو 3A4 هو اكثر واحد. طبعا التسميات الارقام هاي مثلا 3 اللي هي الفاميلي نمبر، الA اللي هي السب فاميلي، وال4 اللي هي السب فاميلي نمبر، ماشي ما بيهمنا كثير. حكينا سبستريت اكزامبل ل 3A4 60% من الدراجز المستخدمة عندنا ايش كلها بيشتغل عليها 3A4. الاندكشن الجنرال اندوسرز اللي حكينا عنها، تمام، والانهبيترز جنرال انهبيترز اللي برضه رح نحكي عنهم هسه، اللي هم ايش الانتي السر ميديكيشن زي السيميتيدين. السيميتيدين كثير مشهور انه يعمل انهبيشن. الانتي بيوتيك زي الكلورامفينيكول والماكرولايز، الريتانيفير اللي هو للاتش اي في انتي فايرال، كيتوكونازول اللي هو من اشهر ادويه الانتي فانجل بعمل. الاكيوت الكهول، طب احنا حكينا فوق الكهول، هون حكينا كرونيك الكهول بعمل ايش؟ كرونيك الكهول بعمل اندكشن. كرونيك الكهول بعمل ايش؟ اندكشن. بينما اكيوت الكهول لما الواحد باخذ الكهول اكيوتلي شو بده يصير فيه؟ يصير كل الوظائف الحيويه بتقل عنده، تمام، وبالتالي راح يقل برضه نشاط 3A4، فبالتالي راح يعمل له ايش؟ انهبيشن، مظبوط. في عندي شغله هون مهمه اللي هو الجريب فروت جوز. جريب فروت جوز مهم جدا انك تعرف انه الجريب فروت جوز بعمل انهبيشن، فبالتالي اذا المريض شرب كثير جريب فروت جوز راح تزيد الادويه اللي بيشتغل عليها 3A4 ايزو سب انزيم او ايزو انزيم للسيتوكروم B450، راح يصير عندك توكسيسيتي. فقبل ما المريض يمشي على الجريب فروت جوز لازم يتاكد انه الدوز كويسه، ولازم تعرف انه ماشي على ادويه ممكن تضره او لا. هاي بالنسبه للسيتوكروم B450. كل الموضوع اللي حكيناهم كانوا مايكروسومال، يعني وين؟ يعني بالاندوبلازميك ريتيكولم سموث اندوبلازميك ريتيكولم. الان النون مايكروسومال ميتابوليزم راح تكون ايش؟ هاي برا. شو في عندنا انواع للنون مايكروسومال ميتابوليزم؟ في عندنا اهم شيء الهايدروليسيس، هايدروليسيس مونو امين اوكسيديز والكهول ميتابوليزم، هاي كلها بتصير بالفيس 1 لكن نون مايكروسومال ميتابوليزم. زي هون زي ما انتم شايفين مثلا هايدروليسيس في عندنا الفيس 1 رياكشن انفولف اديشن اوف ووتر مولكيول وذ سبسيكوينت بوند بريكج، معروف الهايدروليسيس اضافه ماء يعني. انكلود الاستريزز اند اميدازز وهم اللي بنستخدمهم بعدين باللوكال انستيزيا، ممكن يكون استريز واميديز، تمام. جينيتيك بوليمورفيزم ممكن مع السودوكولين استريز. السودوكولين استريز بعمل ميتابوليزم لمين؟ بعمل ميتابوليزم للساكسيلين كولين اللي هو اشهر مسل ريلاكسن، وبالتالي اذا انت اعطيته لمريض في عندك ناس عندهم السودوكولين استريز شويه فيه مشاكل، فبالتالي ايش؟ راح يزيد السكسينيل كولين ليفل وراح يعمل لي مشاكل لانه المريض راح يطول هو مخدر. اكزامبل لوكال انستيزيا حكينا، هاي بالنسبه للهيدروليسيس. النوع الثاني هو المونو امين اوكسيديز. مونو امين اوكسيديز ميتابوليزم على في عندي اكسوجينس كومباوند بيشتغل عليها المونو امين واندوجينس كومباوند. الاندوجينس كومباوند اللي هي النيورو ترانسميترز زي الدوبامين والنورابينفرين والسيروتونين، عشان هيك بعض المرضى اللي بيعانوا من اكتئاب
بيعطوهم ماو انهبيتر اللي هو مونو امين اوكسيديز انهبيتر، بيوقف هذا الانزيم، فبالتالي بيزيد نسبة السيروتونين والدوبامين، فبيشعر الانسان بفرح وسعادة على عكس الاول كان يشعر باكتئاب. فهي بالنسبة طبعا هذول اندوجينس. في عندنا اكسوجينس كومباوند زي تايرامين. تايرامين معروف اللي هو موجود عندي مثلا بالبير والريد واين والتشيز والفيش والليفر. اذا انسان مثلا كان ماشي على مونو امين اوكسيديز انهبيتر، واحد من ادوية الاكتئاب هو ماشي عليه، و بعدين اكل جبنة مثلا بشكل كبير او ليفر او فيش، بتزيد عنده مادة اسمها تايرامين، والتايرامين بيشتغل مونو امين اوكسيديز، والمونو امين اوكسيديز هون انت موقفه بالدواء، بالتالي التايرامين راح يزيد عندي وبيعمل لي مشاكل بالجسم، بصير نوزيا وفوميتنج وبين وكذا وفلاشنج، راح نجيها ان شاء الله لما نوصل للمونو امين اوكسيديز انهبيتورز. تمام، هاي بالنسبة للمونو امين اوكسيديز انهبيتور. اذا المونو امين اوكسيديز انهبيتور، عفوا المونو امين اوكسيديز هو نوع انزيم موجود وين؟ بالفيس 1 بس بالنون مايكروسوم. النوع الثالث اللي هو الالكوهول ميتابوليزم. الكوهول ميتابوليزم ميتابولايز تو الديهايد اند ذن تو اسيد باي ايش؟ ديهايدروجينيز. في عندي الكوهول ديهايدروجينيز انزيم، مظبوط؟ فالكوهول ديهايدروجينيز انزيم راح يحول لي الالكوهول لقدام. ممكن يحكي لك جينيتيك بوليمورفيزم اكزيست، عشان في ناس مثلا ياخذ الالكوهول جسمه يتاثر كثير فيه، لكن في ناس جسمه ما بتاثر فيه بحتاج دوز اكثر، ممكن يكون فيها جينيتيك بوليمورفيزم. اذا هذول الثلاث انواع هاي امثله على الفيس 1 نون مايكروسومال، بينما المايكروسومال حكينا اللي هم السيتوكروم بي 450. نيجي للفيس 2، الفيس 2 حكينا اللي هو بصير فيه عملية ايش؟ الكونجوجيشن، عملية الكونجوجيشن with endogenic compound via ايش؟ the activity of transferase. لازم انا اجيب ايش؟ بروتينات واعملها كونجوجيشن مع الدراجز وحتى اقدر اني اخلص منها. may follow phase 1 or ايش؟ occur directly، يعني ممكن ادوية معينة تروح على الفيس 1 مثلا يصير لها اوكسيديشن عن طريق السيتوكروم بي 450، بعدين تيجي تدخل على الفيس 2 حتى يصير لها كونجوجيشن وتطلع. لكن في مثلا شغلات مثلا زي البيلي روبين مثلا، خلينا نحكي بيجي مباشرة على الفيس 2 وما بدخل على الفيس 1. تايب اوف كونجوجيشن، في عندنا برضه ثلاث انواع للكونجوجيشن اللي هو الجلوكونيديشن والاسيتيليشن اند جلوتاثيون كونجوجيشن. بالنسبة للجلوكورونديشن انديوسبل، يعني ممكن في شغلات تعمل له اندكشن. may undergo entero hepatic cycling، انه في برضو عندي البكتيريا ممكن يكون فيها جلوكورونديز. انا بحكي لك انه جلوكورونايد الدراج مثلا بروح على الانتستين بكتيريا الجلوكورونديز، بعدين بتحول الى فري يكون كونجيجيشن، بعدين برجع فري مثلا زي هيك. او في عندنا ممكن يكون reduced activity in neonates، هاي اللي بتهمنا اكثر شيء reduced activity in neonates. عشان هيك زي ما بتعرفوا عند neonates ممكن يكون في عندي مثلا jaundice. تمام، شو سبب الjaundice عند ال neonate؟ احدى اسباب الjaundice عند ال neonate انه يكون الليفر لسه مش شغال بجميع وظائفه. شو الوظائف اللي بتهمني؟ اللي هو chronic glucuronidation، فبالتالي ما راح يصير كونجوجيشن للبيليروبين الموجود عندي، فبرتفع البيليروبين بصير على الطفل اصفار. شغله ثانيه بتهمني الكلورام فينيكول عند النيونيتس. اذا تعطي كلورام فينيكول عند النيونيتس، الكلورام فينيكول بحتاج الى جلوكورونيديشن، وعند الاطفال زي ما حكينا جلوكورونيديشن بتكون ريديوست الاكتيفيتي تاعتها، فبالتالي بصير له ايش؟ بيلد اب داخل الجسم، بيعمل توكسيسيتي، بيعمل اللي يسمى بجراي بيبي سيندروم. تمام، مثال اخر عندنا الجيلبرت او كريج النجار سيندروم، بيكون برضو في عندك مشكله بالانزيم. كريج النجار في نوعين، ممكن يكون في مشكله كومبليت بلوك لهذا الانزيم، او ممكن يكون في عندك ديفيشنسي بهذا الانزيم. اكزامبل حكينا مثلا اهم اكزامبل بهمني اللي هو الكلورام فينيكول. العملية الثانية اللي هي ايش؟ عملية الاسيتيليشن.
بالنسبه لعمليه الاسيتيليشن احكي لك في ناس بيكون عندهم فاست اسيتيليشن في ناس سلو اسيتيليشن الجينوتايبك فاريشن بالاسيتيليشن بيهمني شغله معينه بالاسيتيليشن اللي هي دراج انديوس لوبوس دراج انديوس اس ال اي الناس اللي عندهم سلو اسيتيليشن او لو اسيتيليترز راح يتكون يصير عندهم شيء اسمه دراج انديوس اس ال اي بياخذوا دواء معين واشهر دواء معروف اللي هو الهيدرالازين ممكن البروكامايد او الايزنازايد اللي هو التي بي دراج ممكن هيدرالازين اشهر واحد بيعمل لي انديوس لللوبس يعني تمام فاللهم صل على سيدنا محمد شو كنت احكي فالهيدرالازين هو فيزو دايليتر طبعا بيعمل لي اس ال اي اذا كان المريض عنده سلو اسيتيليتر اسيتيليشن عمليه الاسيتيليشن سلو وبالتالي if you are slow راح تربح اس ال اي يعني اذا كنت سلو بالاسيتيليتر راح تربح دراج انديوس اس ال اي طبعا اس ال اي مرض كثير خطير الحمد لله اللي عافانا والله يشفي كل مريض فالكويس بالدراج انديوس لوبس انه اذا انت وقفت الدواء خلاص بترجع الامور كويسه تمام شو اكثر شيء بيميز لي انه هذا دراج انديوس لوبس شو الفحص اللي ممكن اعمله اللي هو انتي هيستون انتي هيستون ما بشوفه الا بالدراج انديوس لوبس تمام فبالتالي اذا شفت الانتي هيستون مرتفع والمريض عنده اخذ دراج وصار عنده لوبس فذس از دراج انديوس لوبس والنوع الاخير عندي اللي هو الجلوتاثيون كونجوجيشن جلوتاثيون كونجوجيشن جلوتاثيون مسؤول عن الميتابوليزم للاسيتومينوفين فبالتالي اذا كان في ديبليشن للجلوتاثيون الليفر راح يصير له ايش اسوشيت اسيتومينوفين توكسيسيتي راح يتراكم الاسيتومينوفين ويعمل لي توكسيسيتي هاي بالنسبه الى الفيس 2 اذا الفيس 2 كانت عباره عن اما جلوكورينيديشن اسيتيليشن اند جلوتاثيون كونجوجيشن هاي طبعا كل الشغلات اللي بتهمنا بالنسبه للبايو ترانسفورميشن ان شاء الله بالفيديو الجاي باذن الله راح نحكي عن الاليمينيشن سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك